اختتمت مديرية التربية بمحافظة حمص فعاليات مهرجان صغار كبار الفنون بتجمعنا الذي تقيمه وزارة التربية في مختلف المحافظات بإقامة مهرجان مركزي للفرق المتأهلة على مستوى المحافظة في مدرسة الشهيد بدر الدين حرفوش بالمدينة. فرق الذين تأهلوا على مستوى المحافظة في مهرجان كبار صغار الفنون تجمعنا طبعا لكل الاختصاصات الفنية والموسيقية والرياضية طبعا، وهذه الفرق التي تأهلت من الريف والمدينة كانت ضمن ضوابط وأسس ثابتة. المشاركون قدموا في المهرجان عروضا فنية ورياضية ومسرحية متنوعة ومعرضا لرسوماتهم عكست مواهبهم وقدرتهم على التميز والإبداع. بلشنا احنا اليوم معرض مهرجاننا بقسم رياض الاطفال، رح يبلش رياض الاطفال يعملوا عروضاتهم، بعد رياض الاطفال عندنا فقرات بعدين موسيقيه، عندنا عزف جماعي وعندنا عزف فردي، احنا كمان دخلنا الدمج هون، اصرينا ودخلنا الدمج، حتى انتم رح تلاحظوا الفرق بين الاطفال الطبيعيين واطفال الدمج نحن عندنا، بعدين في عندنا فقرات التربيه الرياضيه، رح تتضمن انه عروض والعاب وتمارين ومهارات بدنيه وغيره. هذا المهرجان انا بشرفتي اني اكون فيه لانه هو كتير حلو، بيقدم مواهب الأطفال والكبار والشباب وكل شيء، وبيعطينا فرص لنقدم كل شيء مهاراتنا. جاي أقدم رقصة عاملين أنا ورفقاتي، وبصراحة المهرجان كتير حلو وبيعمل كتير وبيخلينا نقدر على أنه نقدم شخصياتنا. المهرجان يهدف لخلق حالة من التحفيز والتنافس الإيجابي بين الطلاب وتنمية الفنون مع ربطها بالتعليم في المدارس لتخريج جيل متمكن من العلوم والفنون وقادر على بناء سوريا. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.